سلم لفامي، سلم الناس كلش، شنو حوايجكم فاميليا؟ ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قيس نصري في برلين. شباب اليوم باش نعملوا بكم دورة في محل الى كل ما هو موسيقى، كل ما هو آلات موسيقية، كل ما هو ميكرو، كل ما هو تسجيل موسيقى، كل شيء. الحانوت اسمه جست ميوزك، نمشيو نعملوا فيه دورة ونشوفوا اش فيه واش ما فيهش واسعار الآلات الموسيقية وكل شيء. يلا جو. سو الشباب هذا هو البوتيك بتاعنا اوكا جست ميوزك، هذا اللي تاجلو ولا ما احنا باش نطلعوا لفوق. شوفوا شباب يلا جو. سو شباب ليتاج هذا ما فيه حتى شيء، دونك نطلعوا للليتاج الرابع ونبداو لفوق واحنا هابطين. شوفوا اش فما وما فماش، اقعدوا معنا. وقبل ما نبداو في الفيديو حط لايك، واللي مش عامل ابوني يعمل ابوني. احلى ناس. مرحبا بكم شبيبة، هذا اللي تاج الفوقاني. شنو نلقاو؟ شنو هذيك؟ هذا ظهر لك حاجه كدربوكه، ما هي 279 اورو معناها. شنو رايكم شبيب؟ هذا اللي تاج الرابع، كل ما هو درابك وباتري و تشد كاميرا مان. شوف هذا ابارامون، هذه اعتقد عليها حلوة، مانيش عارف شنو هي بالضبط اسمها، اسمها حلوة. شوفوا الشبيبة، فنانة مش فنانة. شوفوا الشبيبة هذيك، كيما قلت لكم كل ما هو موسيقي الحاجات هذا والله. شوفوا كل ما هو موسيقي، هذه لازمك العواد هذوما على تضرب بها. بلا حس شنو الحس هذا؟ الريال بتاع بلبزناه. بالطبيعة الدربوكة موجودة. أحلى دربوكة مصنوعة بالنحاس. الدربوكة هذه تسوى 115 أورو. نلقاو زادة حاجة كيما هكا. كيفاش؟ هذه مين؟ هذا مزوز، هذا بالزوز. هاي. المهم هذوما نتاع الباتري هكا اللي شنو رايكم شباب؟ هذايا نتاع يقولوا له في بالي هشك بشك هذا ولا شنو يقولوا له؟ شوف هنا هذا نسيت اسمه انا، اما تحس ان كلهم حاجات نتاع عرب لهنا. هاو طبل طبل سيدي، هيك كيفاش تتحط هيك؟ يا حسن هذا يا خويا البندير، وهذا نسيت اسمه يا ربي شو يسميه هذا؟ نسيت الاسم ضاع عليه. باهي نكملوا يا خويا شبيبه، هاي فيها نتاع الافريقيا، فيها في بالي هكا اللواني. البس هاي سيدي، هنا نلقاو الدرابك صغار. الدربوكه هذي ب 30 اورو، هو بلاستيك هذي غالية ب 30 اورو. شوف هذه ب 31 اورو، وهذه اللي شفناها، هاي هذه اللي شفناها نتاع الساعة ب 100 اكثر من 135 اورو. شوف هاي هذه بالجلد، الجلد نتاع الماعز سي سور معناها. هذه بلاستيك، اما الاخرى بالجلد.
شو اخر كلمه؟ او طبق الاخر بنديل. حسينو كملوا الرحله تاعنا شباب. شوف هاي شو اسمها هذه؟ شو هذيك تنزل عليها؟ هذه تتسمى باتريه. وينك العواد نتاعها؟ يبقى سيدي الشهيد ونص نورمال، هذه شنو هي؟ هذه فوش ولا الله غالب. شوف الآلة العجيبة شنو رايك؟ حلوة هذي 319 اورو. شوفوا هذي الدربوكة مانيش عارف شو اسمها هذي. هذي ب 500 اورو، 528 اورو. شفتوا السومة؟ 528 اورو. هذي حسيلو آلات عجيبة وغريبة. شوف شبيبة هنا نلقاو انواع العصي تاع الباتري كل ولهنا تنجم تجرب اللي يفهم. المهم هذا انواع العصي تاع الباتري الكل وهنا تجرب على هذه على هذه. ولهنا الباتريات عالم لي باتري. شوفوا الباتري هذه شباب تسوى 2899. باتري هذه صغيرة 599. والعملاقة هذه شوفوا هذه الخضر هاك الكل أو كل حاجة والسوم نتاعها في بالي هاك. شنو رأيكم في العالم الجميل؟ هاي هذه البيضة هاكا 899. شنو رايكم شبيبة؟ شنو هي هذه وحدها؟ هذه وحدها ب 400. هذه ب 2199 اورو. شنو رايكم في هذه سادة؟ هذه حيدة يامها ب 598. حلوة. شوف شبيبة هذه شنو رايكم زاد في هذه بالكرسي نتاعها. شوفوا هذوكم 1800 اورو هذوما الثلاثة وهذوما ب 2000 ثلاثة هذم 2229 1800 اورو 1699 اورو. حسيرو عالم على محلاه. شو هذه ب 4000 اورو هيك وهذه بكلها ب 1300 وهذوما ثلاثة هاوكم 2300 هذه ب 3000 اورو السونار ولا شنو هي. الباتري هذه 1899. شوفوا هذه يا زيد 2799. باش نصورهم لكم الكل. شوفوا هذه شوفوا كيف هي هذه 2499. شوفوا كيف هي حلوة مش نورمال شبيبة. هذيك ب 2069. شوف العجيبة هذي. هذي يا سيدك قديش تسوى هاي؟ سيدك هذي 3709. شباب شوفوا الأسوام قريب 3000 أورو معناتها هذيك 4000.
هذه ب 4000 ابارمون احنا كي طلعنا السوم طلع. تسمع في العباد ذيك تلعب هاك شفتوا الاورانجي هذه ب 6000 اورو العباد يلعبوا يجربوا. شوفوا هذه الحمراء قداش تسوى هذه هاو مكتوب عليها ريزيرفيت ولا شنو ريزيرفي هذيك. وهذه الزرقاء ب 4000 وهذه 4600 هاك تشوفوا في الاسوام شبيبة. المهم شباب راح نشوفوا هذه شو كيفاش هذه 1855 حلو. ولهنا شباب نلقاو الكراسي نتاع الباتريه ثم الكرسي هذا مثلا 165 اورو مثلا الكرسي هذا قداش يسوى 209 اورو معنا تتكلف الحكايه. تتكلف بالبيع بالبيع. شوف الحاجات هذا شنو هذه شوفوا هي برجوليه مش نورمال. مثلا نشوف الكرسي هذايا قداش يسوى 299 اورو حلو. ولهنا يسوى 169 اورو. نلقاو السكان نتاع الباتري هذا شوف شوف مثلا الساك هذا يسوى 175 اورو واللي تحته 189 واللي تحته 204. شفتوهم كيفاش ثم البيت هذه هذوما السكان الكل أو كل ماركة شفتوها كل ما هو تابع لي باترية هذوما. أشنو رأيكم شبيبة أو هذوما في بالي اللي تحط فيهم العصية متاع الباترية هذي بقديش 14 أورو فقط. شوفوا هذي زادة اللي تتكركر هاي فاليز السوم متاعها الفاليز هذي 179 هذه 113 اوكي اصغر هكا ما فيهاش الوقت ما فيهاش عجل. سو ننتقلوا للي بعده شبيبه. شو شبيبه لهنا نلقاو هذوكم تاع الباتري زاد تضرب بساقك هكا تجرب شنو رايك. المهم ولهنا تجرب زاد الباتري اللي تحبها ساوي يلعب يجرب تنجم تدخل لهنا هذيا وتجرب يعني. في الشومبرا هي تدخل اما تجيب العصية انت معاك معناها فهمت وتجرب شنو تحب تجرب كل شومبرا وكيفيها النوع متاع باتريك. المهم ننتقلوا للي بعده ولهنا شباب نلقاو عالم الباتري الكترونيك معناها تحط الكاسك وتضرب كي تضرب ما تتميش حس معناها تبدا في الدار مش عاد باش تبدا تعمل باتري نورمال تقلق الجيران ولا الله اعلم تعمل باتري هذه كيما هكا الكترونيك هذه اللي ما فيهاش حس تلبس الكاسك وانت اللي تسمع معناها هاي هذه تسوى 3499 3216 ما نعرفش شنو السوم تاعها الاصلي اما هاك باهي. نشوفوا مثلا هذه شنو رايكم فيها هذه هاي كلها خيوط باتري الكترونيك السوم نتاعها شبيبه
4998 اورو. اي نعم سيدي. نلقاو هذه زادة شنو رايك فيها؟ ها هي 4199 باتري الكترونيك. ها هي تيست نور نخ حصيلة تيست نور ندرا شنو نجم تستيهم معنا هذا زادة. ها هذه هكا زادة. في بالي لهنا تنجم تستي. هاي فما الكاسكا فهمتو شبيبة وليه حلوة هاد. هاي بالكاسكا زادة هذه ب 595 اورو. حلوة 595 اورو رخيصة تتسمى. هذه زادة حلوة ماشي نورمال 2280 اورو. نزيدو ندخلو لداخل شبيبة. هذه 3998 اورو العملاقة هذه. قالك نوي زادا اوكي بالكاسكا نتاعها هذه في بالي تنجم تجربها ما تخدمش. الكاسكا تراه نشوفوها ما تخدمش. هذه يا سيدي كسومها سيل. هذه ب 300 اورو زعما كلها ب 300 اورو ولا هذوما تابعين لياماها معناها يتسموا ولا كيفاش خاطر مكتوبه ياماها غادي وهنا مكتوبه جوست ان. هاي هذه كيما هذه زادة نلقاوها ب 389 اورو. شنو رايكم شباب؟ لهنا زادة نلقاو العملاقة هذه 2399. هاي والصغيرون هذه ب 375 اورو. لا يطلع عالم كبير برشا نتاع البطارية انا ما نفهمش فيهم بصراحة. هذه زادة 265 اورو. هاو كسوم التعريف نتاعها الي سيس تيربو ماش. ولهنا تنجم تجربها ترى كيفاش نجموش ندخلو زعما غادي. ولهنا تنجم تجرب. مسكر محلول. لهنا في بالي تنجم تجرب. شفتو في الصالة هذه تدخل وتجرب. اما لازم تعيط للسيد يجي يخدمها ولا كان تعرف تخدم وحدك. المهم شباب هذه هي الصالة اللي تجرب فيها. فهمت انا ما عنديش تك تك وما نعرفش اصلا كيفاش. هذه هي الصالة بتاعنا شبيبة وهذا هو عالم لباتري. دونك شباب حبيت نقول لكم اللي الفيديو بتاعنا يوفى لهنا. الفيديو هذا صورت فيه كان عالم الباتري وباش نمشي نكمل الجزء الثاني بتاع الفيديو هذا اللوتا نعملو جزء اجزاء خاطر خذيت برشا وقت نصور في هذا متاع الباتري. والجزء الثاني ان شاء الله بعد هذايا في فيديو اخر. سو ان شاء الله عجبكم شباب عالم الباتري وعالم الطبلة عالم الموسيقى. نتلاقاو في الجزء الثاني. سلام ناس الكل. بيس اند لوف. ان شاء الله عجبكم الفيديو خلي لايك واللي مش عامل سبسكرايب عامل سبسكرايب فاميليا. بيس اند لوف. سلام عليكم.